لا حبيبتي يحفظك الله يخليك. لا العفو لا العفو لا ابد ابد لا ابد لا احب جيه يحفظك انا بخدمتك حياك الله. تعالي امه تعالي امه هنا جوج جماعه الحضره القادريه. حجيه انت وين قاعده؟ انا بالسعدون ايوه محله 101 زقاق 3 دار 12. هذا البيت هو وقف يعني الشيخ عبد الله من وقف ايه من زمن من 85 احنا ماجرين. من كان سيد احمد مظفر الله يرحمه كان موجود. اني مرت خالهم اصير. اصلحوا لي مرت خالنا سيد يوسف وسيد احمد. من توفوا اكو موظف هو الكل بالكل يعني تعرفه انت. هو مشاور قانوني يعني. والسيد خالد، السيد خالد يمكن مره واحده انا شايفته الرجل يعني هو يعتبرون هم يعني رجل يعتبر عمام من عمهم وانا صير مرت خالهم يعني يعني خوال وعمام. والله ما رحت له ليش احكي وياك؟ ما يقبل يشوفنا. بس ما يقبل لا 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 ما يقبل. السلام عليكم. حجي هنا واقفه على الرصيف البارحه نعرف بيها ونعرف حالتها. والله العظيم لو الامور شويه زينه واني اقدر وعندي مكان انا اعوف لهم البيت عن قيد صدق واعتقد به. اني انذار هسه شو اسمه يعني مدى يقبلون يستلمون ما عندي ايجار واني مدى اجي لان دي ما يريدنا ابو رنا. ابو رنا المشاور القانوني عندكم بالحضره جوا. لا عندكم شيء؟ ما اسمه انطيني اسمه. ناصر طلع تقاعد من زمان مو موجود يمنا. لا لا ما موجود. هسه انا جبت لك هسه رجل من الحضره القادريه. اني اني ما اي طلع تقاعد. زين حجيه. اي عبد الناصر. حجيه السلام عليكم. هذا الولد اللي اسمه جديد هو؟ اي جاء كم نوبه طلع كشف. العام طلع علينا. والله ما اعرف. ليش ما كتبتي ما تظلم ورحت السيد خالد؟ السيد خالد الرجال يستقبل الناس زين وما يظلم احد. اقول لك تمبر تمبر على الشارع قالوا موافق تدس عليها وقعدها جوا وكرمها وانطاها احنا ما نريد نذكر هاي الشغلات نعم. بعد بينه وبين رب العزه كان الشغله يعني كان هو يعني علاقته بهذا ناصر كان هو كل ساعه دازع علينا حتى من يروح زين راجعي هسه بجديد راجعيهم للاوقاف القادريه وقولي لهم والناس يشوفوك حرمه ويوقفون وياك حسين الخلفه مال الحضره الله يرحمه. انا من ذاك الوقت يعني صار لي من ال 85 انا قاعده بالبيت. زين حجيه حتى نختصر الموضوع. تمام. الوقت ما عندي للبرنامج. تمام. انت هسه تقولي ايوة. انا مظلومه. اي والله. وانا صاحبه بنات. اي والله. أيوة. ست بنات. ست بنات وراتبي 200 الف لا عندي ادفع ايجار. حارب زماني ما اعرف شو اسوي. حتى من كنت اجيب اخر شيء من كنت اجيب الاجار ادفع نص ويظل نص وبعدين فالشهرين ثلاثه ارجع اجيبهم. والله العظيم والله العظيم اني مدى اكذب عليك زين حجيه احنا نريد نطالب من عندكم نعم بال يعني خلينا نقول الانسانيه وسهل الانسانيه ان شاء الله والطيب واتمنى من سيد خالد المحترم حجيه حجيه خليني اكمل لك تعالوا شوفوا الوضع حجيه احنا نريد هسه احنا نريد ايوه انه تبقين ببيتك ايوه وما حد يطلعش من بيتك ايوه لا تطلعين انت وبناتك ايوه كانت اكو مخالفات قانونيه ما عندي ما عندي اقول لك انا هالمره كبير ايش عندي؟ نعم راجع الاوقاف القادريه شوفي شنو الامور شنو الشغلات الصايره حتى دزوا لك انذار اعرفي يجوز اكو مخالفات اكو فد شغلات من الدوله شيخ شغله من عندك نعم وبكم البركه نعم بما انتم اجيتوا ورديتوا وشفتوا هالمره الكبيره بالسن نعم اريدكم تتكفلون بها تطببوها على سيد خالد ان شاء الله هسه ان شاء الله سيد خالد ما موجود انا اخذ لك موعد منه باكر الساعه بالعشرة او بالتسعه تروحين للاوقاف القادريه وتقابليه بس اتمنى هاي المره تنحل والله من توصل يم هي من توصل يم سيد خالد تنحل الشغله والديتي حجيه تبشرين رحم الله اجى الشيخ رحم الله يعطيك العافيه يا عمري اخذ موعد يعطيك العافيه يا امي انا اشرد من عندك ايه حتى الشيخ ياخذ رقمك تمام زين حتى يتواصلون وياك تمام زين وشيخ هاي بعد احنا من عندك نريدها ان شاء الله احنا دائما احنا ننقل الواقع زين واحنا نوصل صوتها السيد خالد وان شاء الله نسوي لها مقابله ويا سيد خالد ويصير خير مره صاحبه بنات ان شاء الله وصاحبه البنات احنا ادارتنا اداره الاوقاف القادريه خاصه من صار متوليها سيد خالد القيلاني عندنا هوايه امور تغيرت يعني من يعني مو نقول من الاسوء بس يعني من احسن الى احسن نقول
يا رب خير. فسيد خالد ما يرد هيك شغلات ان شاء الله وخل خاب له وسكر. انا اللي عرفته وبعد ما عرفنا حتى هسه دللي بعد ما عرفنا كثير من المناشدات هو استقبلها نعم وتكفل بيهم نعم صحيح. والرجل كريم زين صحيح ويساعد الناس وابن خير اكيد وانتم هم ولد خير اكيد وبيكم البركه ان شاء الله. احنا شكرا لك. احنا ولد هذا المكان ان شاء الله يعني واجبنا نقدم الخدمات للعالم ان شاء الله. شكرا لك شكرا لجيتك وحياك الله. الله يبارك فيك امي. الحجي هسه الطي رقمك تمام حتى يتواصل وياك. انا